اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. النجم الكبير والمدير الفني القدير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام شرف ومنور. نورك يا كابتن. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير والمدير الفني الكبير ايضا كابتن ماهر حمام. ازيك كابتن ماهر؟ مشرف ومنور. وحشني حبيبي. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك كابتن عادل. هبدا مع حضرتك على طول. بكره عندنا مباراه مهمه جدا، مباراه منتخب مصر امام منتخب كوت ديفوار. البعض واخد الموضوع من ناحيه التهريج والهزار وكده، ان احنا يعني اقل من منتخب الايفواري وبالتالي لا نستطيع الفوز عليه. راي حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الرايين لازم نحترمهم، لكن السخريه لا. يعني انا مش مع السخريه. انا لما بنقد عشان ابني، مش بنقد علشان ان انا انال من منتخب بلدي. يعني فيمكن الراي الاولاني بنى على اللي حصل في البطوله العربيه والتصفيات، ما كانش الاداء جيد. وكان دايما في التغييرات وفي البدايه في التشكيل كان دايما بيبقى فيه علامات تعجب شويه، وخاصه للناس اللي هم يعني بيفهموا في الكوره. وطبعا الشعب المصري كله ما شاء الله كلهم يعني عندهم الذوق والحلاوه في الاداء في الكوره، وبيحكموا على الاداء ده من خلال الرؤيه، من خلال التشكيل. تسال اي حد في الشارع يقول لك التشكيل الفلاني هو الصح، وتلاقيه فعلا دي مش مهنته، ولكن عنده الحس الوطني انه عايز منتخب بلده دايما طبعا. كل واحد بيلعب في مركزه. الجانب الاخر برضو تصريحات المدير الفني كانت دايما احيانا بتبقى مش مناسبه في توقيتات معينه. فده اللي خلى فيه نوع شويه من القلق، لكن كل ده بيتحط على جنب واحنا بنفكر في بكره. احنا البطوله العربيه برضو يعني مش لم نتفوق فيها، لانه كان هناك اختيارات كانت عشوائيه، وكان في ناس عندهم خبرات دوليه كتير جدا. الخبرات دي للاسف ما اتخذتش. في المرحله دي اعتقد انه ما عندناش غير ان احنا بنساند الفريق، على الرغم ان انا برضو يعني في مشكله عندنا في باك رايت بعد اكرم ما اصيب. كان ممكن يبقى في هاني موجود، كان في باهر محمدي في الاسماعيليه بيلعب، وكان قبل كده في منتخب مصر، فانا كان يبقى معايا بدل ما اضطر ان انا اخلي عمر عبد الواحد يلعب باك رايت لما كان عندي باهر وعندي هاني. بس هو لعبه في كاس العرب، يعني جربه في كاس العرب كباك رايت عمر كملعب واحد. كاس العرب كان كل الفرق رايحه بالصف الثاني، معظمها نعم. رايح بالصف الثاني. فانا برضو يعني ده انا بقول الرايين، لكن احنا دلوقتي في الليله دي كده ان شاء الله كلنا متفائلين ان منتخب بلدنا النهارده احنا بنلعب فرقه قويه جدا، معدننا بيبان في الوقت ده. حتى لو انا ما عنديش مدير فني، وطبعا ده طبعا مش مظبوط، يعني عندي انا مدير فني كبير وعنده خبرات، لكن هو ورانا وجه يعني ما ريحناش شويه. لكن اعتقد انه مع الجهاز الفني، مع شاف قد ايه الشعب المصري محتاج لنجاح ومحتاج لاداء جيد ومحتاج لنتيجه، وبالتالي اعتقد انه بكره ان شاء الله يكون في اداء افضل وتشكيل بدايه افضل وقرايه للفرقه افضل باذن الله.